كتير من الناس سألتني عن مشهد في مقدمة فيديو كنز الفرعون الغارق، والمشهد ظهر فيه شخص مرعوب وزي ما يكون اكتشف مقبرة فرعونية، وبالفعل بيكتشف مقبرة ملكية مليئة بالكنوز. مين هو الشخص ده وهي حكايته، وهل فعلا اكتشف مقبرة فرعونية؟ قبل نبدأ الحلقة لايك المتين، لسه مشتركتش اعمل اشتراك ويلا بينا. بتبدأ قصتنا من أسرة بسيطة كانت عايشة في غرب مدينة الأقصر، وبتعمل في راعي الغنم، وكان الأخين الكبار في الأسرة محمد وأحمد عبد الرسول هم المسؤولين عن إخراج الغنم إلى وادي قريب من وادي الملوك عشان ترعى فيه. وفي يوم من الأيام بتهرب واحدة من الأغنام إلى أعلى الوادي، فبيحاول أحمد عبد الرسول الإمساك بها، ولكن بتنجح في الوصول إلى قمة الوادي وبتختفي في كهف موجود في بطن الوادي. وأول ما بيوصل أحمد للكهف بيشوف بير عميق يصل عمقه إلى 20 متر، بينادب أحمد عبد الرسول على أخوه محمد عشان يقول له على اللي شافه. بيقترب الأخين من البير ومعهم حبل، وبيبدأ أحمد عبد الرسول بالنزول إلى قاع البير. وأول ما وصل لقاع البير بيجد أمامه مدخل لممر منحوت في الصخر، وهنا بيشوف أحمد عبد الرسول شيء عامل زي مغارة علي بابا ولكن فرعونية، تماثيل من ذهب وفضة وأكثر من 40 مومياء ملكية. وظل سر مغارة الكنز منحصر بين أفراد أسرة عبد الرسول لمدة 10 سنين، وكانوا بيستخرجوا منها ما غلي سمنه وخف وزنه، غير مهتمين بالمومياوات الملكية لأن في الزمن ده ما كانش ليها قيمة كبيرة. وبتفضل عائلة عبد الرسول تبيع في القطع الأثرية فترة من الزمن، لغاية ما هيحصل شيء ما كانش حد يتوقعه إطلاقا. بتقع إحدى البرديات الملكية اللي بعتها أسرة عبد الرسول في يد أحد الأوروبيين المولعين بالآثار المصرية، فبيبدأ في البحث عن مصدر هذه البردية، وبينجح في الوصول إلى أسرة عبد الرسول، وبيطلب منهم معرفة مكان الكنز مقابل مبلغ من المال، وطبعا عائلة عبد الرسول بترفض. وهنا بيقرر الأوروبي التوجه إلى رئيس الشرطة والإبلاغ عن عائلة عبد الرسول، فبتتحرك قوة من الشرطة ويتم القبض على أحمد عبد الرسول، وبيتحبس لمدة 6 شهور، وبيرفض يتكلم أو حتى يعترف عن مكان المغارة، فبيتم إطلاق سراحه بشكل مؤقت. وهنا بيطلب أحمد عبد الرسول من الأسرة زيادة نصيبه من الكنز لأنه تعرض لضغوط أكتر من أي حد تاني، ولكن الأسرة بترفض. وهنا قرر أحمد عبد الرسول إفشاء السر والإبلاغ عن مكان المغارة، وفي النهاية بيدل أحمد عبد الرسول الشرطة عن مكان المغارة وبيتم تسليمها. واكتشفوا في المقبرة 153 تابوت لشخصيات عالية المقام ما بين ملوك وملكات وأمراء، من الملوك رمسيس الثاني، أمنحتب الثالث، وسيتي الأول. وهنا في شيء غريب، إيه هو السبب اللي يخلي كل توابيت الملوك موجودة في مكان واحد؟ وإحنا عارفين إن من الطبيعي إن كل ملك بيكون ليه مقبرة خاصة، والسبب هو مع بداية حكم الأسرة الـ20 بتتعرض مصر لجفاف شديد ادى الى انتشار المجاعه. مش كده وبس، وكمان كان في صراعات داخليه على السلطه، وكل ده دفع الناس الى الاتجاه لسرقه المقابر. ومع ازدياد حالات سرقه المقابر قرر الكهنه انقاذ المتبقي منها، وقاموا بنقل جميع المقابر في مخبأ سري، ومفيش حد عارف يوصل للمخبأ لغايه ما نجحت اسره عبد الرسول في اكتشافه. وانا بعض الصور منسوبه لعائله عبد الرسول، ودي هي الصور الحقيقيه لعمليه نقل محتويات المغاره اللي هتعرف فيما بعد بخبيئه الدير البحري. وبكده نكون وصلنا لاخر الحكايه. لو عجب الفيديو مسجل تعمل لايك، ومعاك اشترك في القناه وفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله.